طلعت برا الخلا لما اودعه البلدة القديمة عم نشوف انه شوي شوي عم تتغير الصورة تبعتها، عم تختلف النسيج تبعها، فمنحاول من اول وجديد نقول للناس شو اللي كان بصير في هاي الاماكن، كيف هاي الاماكن كان لما كان الصوت عالي ولما كنا احنا قادرين نزور وقادرين نتحرك. المشروع قائم في البلدة القديمة، وإحنا لإعادة إحياء البلدة القديمة من خلال الثقافة والفنون، فحاولنا إنه نشتغل على الفعاليات بنمط بمعمرات الجانب الصحي وكمان بالهواء، وإنه نحاول كمان حتى الدعوة إنه دائما نحدد العدد، نعمل بالأماكن المفتوحة ونستغل فترة الصيف.